Your Excellency. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء الحكومات والدول، زملائي ومعالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكرام. أولا اسمحوا لي أن أقدم لكم تحية كبيرة من بروفيسور أمتاريكا رئيس جمهورية ملاوي وملاوي جمهورية وحكومة وشعبا. إن الرئيس قد سمح لي أن أحضر لكم معكم هنا في هذه المهمة وفي هذه الجلسة الرائعة من أجل تلك الأمور التي تجمعنا معا. وأتوجه لكم سيدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري بكل التهنئة على هذا المجتمع، على هذا المؤتمر الناجح. السادة الحضور الكرام، أعبر لكم عن شكري وامتناني الشخصي وتقديري لكي لإعطائكم لي هذه الفرصة الرائعة للوجود معكم هنا، وأيضا أن أكرر شكر رئيس بلادي وأمنيته أن يحضر هنا ليتحدث إليكم، ولكن حالت ظروف دون ذلك. وأخاطب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزملائي هنا ومعالي رؤساء الدول والحكومات، فأقول سيدات والسادة، في البداية أحب أن أهنئ رئيس جمهورية مصر والحكومة والشعب أيضا على عقد هذه الانتخابات النزيهة الحرة في العام الماضي، والتي توليتم بعدها منصب الرئيس بجمهورية مصر العربية. وهكذا أتمنى لكم أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة أيضا تكون الأخيرة، وأن تكون ناجحة كثيرا لكي تحققوا من خلالها خريطة الطريق. دعوني أيضا أهنئكم حكومة وشعبا على استضافة هذا المؤتمر الناجح والمهم من أجل تنمية ودعم الاقتصاد المصري الذي أشارك فيه. إن المؤتمر يجري في وقت مهم وملائم، تعيش فيه مصر وقتا فارقا في تاريخها، وتلعب دورا في التقدم والتنمية. هذا المؤتمر يدعم الحوار أيضا، ويوفر منتدى رائعا لرؤساء الدول والحكومات والوزراء والمستثمرين والشركاء ولمجتمع الأعمال، لكي يتبادلوا اللقاءات وليتوصلوا ويخلصوا إلى حلول لكافة المشكلات والمواقف التي تواجهها مصر والقارة الإفريقية. فهذه الحلول التي ننشدها حلولا مستمرة ومستدامة للمشكلات التي تعانيها مصر والقارة الإفريقية، فمصر لاعب رئيسي في هذه الصورة الدولية والقومية والوطنية، فهي سوق مشترك وأيضا منظمة الكوميسا وضعت هذا الأمر على جدول أعمالها. فهناك بعض المجالات التي نشترك فيها جميعا ونتبادل الآراء فيها. فأيضا خارطة الطريق الخاصة بالتعاون على كافة المجالات في الشرق والغرب في منتهى الأهمية. وهكذا فإن ما يجري في مصر له آثار كبيرة على العالم كله. ولهذا نحتاج للاستقرار والنجاح الاقتصادي والنمو في مصر. السيدات والسادة، رؤساء الوفود، إننا جميعا ندرك تماما ما الذي مرت به مصر على مدى السنتين السابقتين، والجهود الرائعة الكبيرة التي بذلتها لكي تتغلب على هذه المشكلات. ويسعدنا أن نؤكد على أن شعب مصر كان
مصمما على الدخول في هذا النظام الديمقراطي الذي نشدوه على مدى طويل، وقد ساعدته القيادة الحكيمة على تحقيق ذلك. وبهذا التحول السياسي تحققت الفائدة للشعب المصري، ويلزم في الفترة القادمة أن تعالج مصر المشكلات والتحديات التي تواجهها. ومن هنا أود أن أؤكد لكم سيدي أن حكومة وشعب مصر تدعمها حكومة وشعب مالي. يجب أن أؤكد لكم أنكم في هذه المرحلة، مرحلة التحول، أنتم لستم وحدكم، فمالاوي تقف وراءكم، إفريقيا تقف وراءكم، والعالم يقف وراءكم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وحين أختتم كلمتي أود أن أعبر عن أنه من واجبي ومهمتي أن أقول أن حكومة ملاوي وشعبها تحملكم في مكانة عالية، فجمهورية مصر العربية يجب أن تقوم بإعادة بناء اقتصادها، لأن هذا سيعود على ملاوي بالفائدة. فمنذ استقلال ملاوي نجحت في وضع طريق من التعاون بينها وبين مصر في مجالات عدة، مثل الاستثمار والتجارة والصحة وبناء القدرات. ويجب أن أعترف هنا أنه ليس هناك من قطاع في ملاوي لم يستفد أبدا من التعاون مع مصر، فكافة القطاعات قد استفادت استفادة كبيرة في بناء القدرات بالذات، وأيضا في مجالات هامة مثل الصحة والزراعة والمياه والتعاون والمصائد الأسماك والتمريض والسياحة والأمن والمعلومات أيضا وبعض القضايا الدولية. إن ملاوي تستمر في الاستفادة من مصر في هذه المجالات رغم التحديات التي واجهتها مصر، ولهذا نحن نؤمن بأننا سوف نستفيد أكثر حين يتعافى الاقتصاد المصري. إن ملاوي مستعدة تماما أن تقدم دعمها الكامل لمصر في بنائها لاقتصادها، وأنا أتطلع إلى مستقبل يحفل بالتعاون بيننا وبينهم في الاستثمار بين مصر وملاوي. وأختتم كلمتي فأقول اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر عن امتناني وتقديري لكم شخصيا، صديقي وشقيقي العزيز عبد الفتاح السيسي، من أجل توجيه هذه الدعوة الكريمة لي كي أشارك في هذا المؤتمر الكبير. أتمنى لكم كل نجاح، وأن يخلص هذا المؤتمر إلى نتائج جيدة، ويبارككم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.